إذن إحنا هون كان عندي two variables وعندي one output, two input variables, one output. هذه ideal لthree dimensional plot. فممكن أعمل فيها إشي اسمه rule viewer. rule viewer خلينا نتأكد بس أنا حل الفايل الصحيح. نتأكد إحنا بتانك one هون, وهي الرولز اللي عندي, الرولز اللي كانت خمس رولز من هون. هلا ممكن أعمل view surface. هلا surface هذا very interesting. في ناس بحبوا يطلعوا على السيرفس هيك يتاكد او يحاول يحس ايش المشكله اللي عنده. هلا لاحظوا هذا السيرفس شوي فيه ميلان, والميلان سببه انه احنا عملناها ما كانت سيمتريكال 100%. شو بقول لي هذا؟ هلا هو بيقدر يجيب كل فاليو, مش في كل فاليو ممكن للليفل, مزبوط, ممكن ياخذ له 20 فاليو للليفل. لو انت بدك تعمل بلوتينج لهاي شو بتقدر تعمل؟ تاخذ فاليو, بتختار فاليو للليفل, مزبوط. شو بكون الفاليو لما ببدا فيه من هون؟ كريسب. وبعدين بقدر ابدا بفاليو للريت, مش هيك؟ والفاليو للريت كمان بكون كريسب. هلا انت لو بدك تعمل بلوتينج للسيرفس هذا, لو انا اعطيتك اياه قلت لك اعمل له بلوتينج كبرنامج, شو راح تعمل؟ راح تعمل لك مثلا 30 40 فاليو هون, مش هيك؟ راح تقسمهم 40 فاليو هون, راح تقسمهم 40 فاليو من هون, ولكل تو فاليوز لكل بير اوف ليفل وريت مش تقدر تطلع اوتبوت. متذكرين اللي عملناه في البروجكت ريسك؟ في الريسك بروجكت مش اخذنا فاليو وفاليو, عملنا لهذا كريسب, عملنا له فازيفيكيشن, هذا عملنا له فازيفيكيشن, طبقنا الرولز, عملنا اجريجيشن, طلعنا كريسب اوتبوت. نعم. اوكي اذا هذا بالنسبه للسيرفس اللي موجود هون. السيرفس بعطينا فكره انه ايش الممبرشيب فانكشنز عمالها بتعطينا, وعاده راح الاقي انه بيطلع طلوع بهذا الاتجاه, وفي احيانا رولز معينه ممكن اطلع احس انه في شيء عندي غلط. اذا هذا اسمه السيرفس او السيرفس فيور منهم.